بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب تانية ثانوي، طبعا النهارده ان شاء الله دي اخر مراجعة معاكم، هنقفل فيها الدورة الفاطمية. ربنا وفقنا مع الناس المحترمة، خدنا اول درس بتاع فتح مصر، الدرس اللي بعديه خدنا الغنية الارشادية، النهارده ان شاء الله مع الاخر الدورة الفاطمية. طبعا اوعى تفتكر ان انا هسيبك، انا زي ما وعدتك من اول الازمة بتاعت كورونا دي ما حصلت، اللي احنا معاكم لحد الاخر ونبدأ نحل اهو، مظبطين مراجعات. وقلنا الهدف نعرفك ازاي طريقة الحل، وبنجيب لك اسئلة كده ان شاء الله هتعجبك بإذن الله. انت معاك رقم الواتس قدامك اهو، ابدأ كلمنا عليه كده، اي جزئية مش عارفها، اي اسئلة كلمنا عليه كده، برد عليك بشرح لك كل حاجة، واحنا مع بعض كده ان شاء الله ومكملين. يلا نتوكل على الله، نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اول سؤال معايا، شو بيقول لك ايه؟ واحد، سعى الفاطميون الى الاستيلاء على مصر لتحقيق هدفهم الاكبر، وهو تأمين حدودهم الغربية، السيطرة على شمال أفريقيا، السيطرة على الأماكن المقدسة، ولا حماية العالم الإسلامي من قدر الصليبيين. طبعا الفاطميين كان من ضمن أهدافهم اللي هم ييجوا على مصر هو الهدف رقم جيم، اللي هو السيطرة على الأماكن المقدسة. كان هدفهم يا جماعة اللي هم ياخدوا الشام والحجاز عشان يسيطروا على الأماكن المقدسة اللي في الدولة الإسلامية وياخدوها من الدولة العباسية. طيب السؤال اللي بعده كده وأرجو التركيز، سؤال رقم 2، شو بيقول لك إيه؟ بنى جوهر الصقلي مدينة القاهرة ليه؟ ألف، تكون مركز الشباب الفاطمية، إظهار قوة الفاطميين عسكريا، صد هجمات العباسيين، تحقيق أهداف اقتصادية. هدف جوهر الصقلي إنه يبني القاهرة هي الإجابة رقم ألف، إنه يخليها مركز للدولة الفاطمية، وكان عاملها حاجتين، تبقى عاصمة للدولة الفاطمية ومقر الحكم الفاطمي، يبقى الإجابة رقم ألف تكون مركزا للخلافة الفاطمية. تعال نشوف كده السؤال اللي بعده. سؤال رقم 3، العامل الرئيسي الذي ساعد على سقوط الدولة الفاطمية هو أزمة اقتصادية، تهديدات صليبية، الصراع على الوزارة، ولا الصراع على منصب الخلافة؟ طبعا كله عارف الإجابة هي الصراع على منصب الوزارة. في عهد الخليفة العاضل اللي هو كان آخر خليفة فاطمي، تصارع اتنين على منصب الوزارة، واحد اسمه شاور أو شاور، واحد اسمه ضرغام. طبعا الاتنين اتخانقوا مع بعض، وكل واحد اتحالف مع قوة خارجية، بس شاور اتحالف مع المسلمين، مع قوات نور الدين محمود، فنور الدين لبى الدعوة وبعت له أسد الدين شركه ومعاه صلاح الدين الأيوبي. أما ضرغام راح استعان بالصليبيين وبعت له قائد عموري ملك بيت المقدس، لكن طبعا انتهى بانتصار صلاح الدين. تعال نشوف طبعا كده السؤال اللي بعديه، سؤال رقم 4، كان المستفيد الأكبر من الصراع على منصب الوزارة في مصر في عهد الدولة الفاطمية، أكتر واحد كان مستفيد الحتة قلناها من شوية، صراع الوزارة، نور الدين محمود ولا الخليفة العاضد ولا صلاح الدين ولا شاور أو شاور؟ الإجابة طبعا هي صلاح الدين. مصر أنا هتلخبط كده، ما هو نور الدين محمود دي قوات، أقول لك لأ، نور الدين محمود هو استفاد، لكن أكتر واحد استفاد هو صلاح الدين الأيوبي، لأنه في الآخر هو اللي هياخد مصر وهيسقط الدولة الفاطمية وهيعمل الدولة اللي هي على اسمه دي الدولة الأيوبية، يبقى الإجابة هي رقم جيم. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 5، أصبحت مصر في عهد المعز لدين الله قلبا للعالم الإسلامي بفضل إقامة حكومة مركزية، بسط نفوذها على الحجاز، التغيير في النواحي الدينية، اتساع دولته في الشام حتى حلب. طبعا خد بالك، مصر أصبحت قلب العالم الإسلامي لما خدت الحجاز. يا مستر اشمعنى؟ اقول لك ان الحجاز تعتبر قلب العالم الاسلامي. طب اشمعنى برضه؟ اقول لك ان الحجاز فيها مكه، ومكه فيها الكعبه، الكعبه اللي بيجي لها المسلمين من جميع انحاء العالم في موسم العمره والحج، يبقى خد بالك هي قلب العالم الاسلامي، فاللي ياخدها يبقى كده سيطر على قلب العالم الاسلامي. سؤال رقم 6، الصراع بين العباسيين في العراق والفاطميين في مصر صراعا في جوهره، من اجل العباسيين صارعوا في العراق، الفاطميين في مصر، الصراع ده من اجل زعامه سياسيه، رياضه ثقافيه، صراع عسكريه، تفوق اقتصادي. الاجابه طبعا هي صراعات، كلها صراعات سياسيه من اجل الرياده السياسيه والزعامه السياسيه. طيب السؤال اللي بعده، سؤال رقم 8، بسقوط الخلافه الفاطميه 1171 عاد الى العالم الاسلامي الوحده،
اجتماعية ولا جغرافية ولا دينية ولا اقتصادية. طبعا كله بيقول يا مستر هي الوحدة الدينية، لأن بسبب الدولة الفاطمية احنا كنا منقسمين. الدولة العباسية مذهب سني والدولة الفاطمية مذهب شيعي، فكنا منقسمين وعلى خلافتين. لكن لما قضينا على الدولة الفاطمية صلاح الدين لما قضى عليها وأسقط الدولة الفاطمية وأسقط معاها المذهب الشيعي، بقت الدولة معظمها كلها المذهب السني. سؤال رقم 9، تمت الخطبة للفاطميين عام كامل على منابر بغداد، بيدل على ايه؟ انتشار المذهب الشيعي ببغداد، العلاقات الطيبة بين الفاطميين والعباسيين، استفادة الفاطميين من ضعف العباسيين، ولا توحيد الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين؟ طبعا الإجابة هي رقم جيم، لأن الفاطميين قعدوا الخطبة بتاعتهم سنة كاملة عند عباسيين مستغلين الضعف بتاعهم. الكلام ده كان في عهد المستنصر بالله، لما المستنصر بالله استمال القائد العباسي اللي اسمه أرسلان البطاسيري وخلاه الخطبة تبقى عام كامل على منابر بغداد. بس خد بالك ده ما قعدش كتير، هو قعد سنة لحد ما جه المسلمين السلاجقة وأعادوا هيبة الخلافة العباسية. يبقى الإجابة هي رقم جيم، استفادة الفاطميين من ضعف العباسيين. سؤال رقم 10، واجهت الدولة الفاطمية بمصر في عهد العزيز بالله تهديدات من الحدود. أيام ما كان العزيز بيحكم مصر جالها أعداء منين؟ طبعا الإجابة هي بيقول لك جنوبية شرقية، شمالية شرقية، شمالية غربية، جنوبية غربية. التهديدات اللي جات له من ناحية البيزنطيين هجوم على حلب وكانوا بيحاربوه في قلب حلب، يبقى حلب دي بالنسبة لمصر التهديدات دي جاية من ناحية الجهات الشمالية الشرقية، يبقى الإجابة ب الشمالية الشرقية. مركز. سؤال رقم 11، تشابه عصر كل من عبد العزيز ابن مروان والعزيز بالله بمصر في الاهتمام بإيه؟ طبعا كله عارف عبد العزيز بن مروان ده كان بيحكم مصر في عهد الدولة الأموية والعريس في عهد الدولة الفاطمية. الاتنين اتشابهوا في ايه؟ نشاط عمراني، نواحي عسكرية، اتخاذ عاصمة جديدة، ولا القضاء على الثروات، آسف، القضاء على الثورات الداخلية؟ يبقى خد بالك هي الإجابة هنا رقم ألف، النشاط العمراني. الاتنين اتشابهوا في العمران. لو انت فاكر في اول درس عبد العزيز بن مروان راح لحلوان وعمل فيها بساتين ومساجد وعمرها، نفس الكلام ده العزيز بالله في مصر، عمل نهضة عمرانية ضخمة جدا. والدليل على كده في عندك قصر الذهب، في عندك قصور في عين شمس، في عندك جامع القرافة اللي هو عمله، فخد من ده كتير. فالاتنين شبهوا في النشاط العمراني. الصور اللي بعده صور رقم 12، مركز معايا. انتقل المعز للقاهرة واختار مصر تكون مركز الدعوة الفاطمية بسبب مكانتها الاقتصادية، طبيعة الشعب المصري، مكانها السياسية، ولا الموقع الجغرافي؟ طبعا هو اختار مصر انها تنشر الدعوة الفاطمية بسبب رقم دال موقعها الجغرافي المتميز اللي هي تعتبر في نص العالم. يبقى الإجابة هي رقم دال، الموقع الجغرافي لمصر. تعال نشوف كده السؤال بتاع اللي بعده رقم 13. بص بيقول لك ايه، كان السبب الرئيسي في تغيير الوضع السياسي لمصر، وركز كليا، هو مين؟ زوال سلطان الاخشديين، مجيء ابن طولون، انتقال المعز لمصر، ولا بناء جوهر السكان لمدينه القاهره؟ طبعا الاجابه هنا يعني هتتطلب من كذا حاجه، لكن ادق واحده هي انتقال المعز لدين الله لمصر. المعز لما جه على مصر خلى مصر هي مركز الخلافه الفاطميه وخلاها مكانه وخلى لها زعامه سياسيه في العالم الاسلامي. يبقى الإجابة هي رقم جيم، انتقال المعز لمصر. سؤال 14، يرجع فشل الحملات الفاطمية الثلاثة اللي سبقت مجيء جبهر الصقل لمصر. طبعا كلنا عارفين الدولة الفاطمية حاولت تحتل مصر كتير وبعت عليها 3 حملات. الحملات دي كلها فشلت بسبب خلافات القادة الفاطميين، تصدي القادة العباسيين، ولا مقاومة المصريين الفاطميين، ولا صمود خلفاء غفور الإخشيدي؟ طبعا هي تصدي القادة العباسيين في عهد الدولة الإخشيدية لما حاربوا وصدوا الخطرات أو الحملات الفاطمية. سؤال رقم 15، فشل عاموري ملك بيت المقدس في السيطرة على مصر بسبب صمود قوات نور الدين محمود، ولا قلة عدد قوات عاموري، ولا صد الفاطميين، ولا ضعف دعم درغام لعاموري؟ طبعا عموري لما جه ياخد على مصر معرفش ياخدها، قلناها من شوية، بسبب ألف صمود قوات نور الدين محمود اللي هو استعان بيهم شاور، اللي هو كان باعت له أسد الدين شركوه صلاح الدين، وهم اللي صدوا لعموري، وعموري معرفش يكسب وياخد مصر. سؤال رقم 16،
تعدلت الأخطار الخارجية اللي واجهت الدولة الفاطمية أثناء مرحلة القوة. ركز قوي على مرحلة القوة، لأن هو مقسم لك الدولة الفاطمية 3 مراحل: مرحلة تأسيس، مرحلة قوة، مرحلة ضعف. في مرحلة القوة جت أخطار كتير. في عهد أني واحد؟ حاكم بأمر الله، معز العزيز بالله، ولا جوهر الصقلي؟ طبعا خد بالك، لو انت لاحظت جوهر الصقل والمعز مش في عهد القوة، اما في عهد القوة هو عندك العزيز والحاكم. بس الاخطار اللي جت هنا في عهد العزيز بالله. مستر مين اللي جه عندنا؟ اقول لك عندنا خطر القرامطة لما عز بالله هزمهم، وبرضه خطر البيزنطيين لما جم على حلب. يبقى الاجابة هي رقم جيم، العزيز بالله. السؤال اللي بعده: شهدت مصر ازمة اقتصادية طاحنة، أزمة اقتصادية أثناء حكم الفاطميين اللي هي بتاعت المستنصر. في ضوء العبارة الأثر الأكبر، ركز جدا في كلمة الأكبر، الذي تركته هذه الأزمة على الدولة الفاطمية كان لها تأثير إيه؟ سياسي، اجتماعي، ثقافي، ديني. هو كده كده قايل لك أزمة اقتصادية، بس الأزمة الاقتصادية دي أثرت على مصر بشكل إيه؟ طبعا هي الإجابة رقم ألف، بشكل إيه؟ سياسي. أصبح مصر يا جماعة ضعيفة سياسيا جدا جدا، وأصبحت الدولة الفاطمية يعتبر في قمة ضعفها، وهي تعتبر اللي هتؤدي إلى مرحلة الضعف وسقوط الدولة الفاطمية. سؤال رقم 18: تميز الخليفة الفاطمي المستنصر بالله عن المعز لدين الله فين؟ الخليفة الفاطمي المستنصر عن المعز في السيطرة على شمال أفريقيا، ضم أماكن مقدسة، مد نفوذ الفاطميين على الشام، التفوق على الخلافة العباسية. طبعا الاتنين يعتبر عملوا حاجات حلوة، لكن المستنصر تفوق وتميز عن المعز بالتفوق على الخلافة العباسية، اللي هو جعل الخطبة لمدة سنة للدولة الفاطمية على منابر بغداد بعد الدولة العباسية. تعال نشوف كده السؤال اللي بعده، سؤال رقم 19: مرت الدولة الفاطمية بفترات عصيبة أقرت على عهد المصريين. تنطبق هذه العبارة فترة حكم، طبعا قلناها من شوية، هي المستنصر بالله اللي هي كانت في عهد حاجة اسمها الشدة المستنصرية اللي احنا شرحناها بالتفصيل جدا في قلب المحاضرات. سؤال رقم 20، ركز معايا: اقترت النتائج النهائية للصراع على منصب الوزارة في الدولة الفاطمية. ركز هنا، قال لك نتائج نهائية، لأن الصراع على منصب الوزارة ليه كذا نتائج، إن أسد الدين شركوه مسك، بعد كده مش عارف مات، مسك بعديه صلاح الدين وهكذا. المهم آخر حاجة نتائج نهائية كانت لإيه؟ تدخل قوة خارجية في مصر، زوال حكم الفاطميين، سيطرة نور الدين، ولا سيطرة الخلافة العباسية على مصر؟ طبعا الإجابة، وأرجو كله مركز معايا، هي زوال حكم الفاطميين على مصر. وأجيبها لك آخر حاجة. واحد يقول لك مصر، ما هو كده من نتائج نور الدين محمود، اقول لك صح، بس مش نتائج نهائيه، لكن نتائج نهائيه اللي مسك في الاخر صلاح الدين واسقط الدوله الفاطميه، وبكده رقم به هي اللي عندي زوال حكم الفاطميين على مصر. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 21: يرجع نجاح الفاطميون في ضم الشام والحجاز. الفاطميين ضموا شبه الحجاز بسبب ايه؟ طبعا الاجابه رقم الف، بسبب قرب المنطقتين بموقع مصر. السؤال ده هتلاقيه متكرر كذا مره. عايز اشوف كده السؤال اللي بعده، هتلاقي بص بيقول لك ايه: اصبح لمصر مكانه سياسيه كبيره في العالم الاسلامي بعد فتح عمرو بن العاص، تعيين الاخشوي عليها، مجيء ابن طولون، ولا ضم الفاطميين لها. مصر بقت ليها مكانه سياسيه ضخمه ومركز الخلافه الفاطميه، وليها مقام كبير جدا في الدول الاسلاميه لما الفاطميين جم عليها وخلوا مصر هي مركز الدوله او مقر الحكم الفاطمي. السؤال اللي بعده، سؤال 24: نجح الفاطميون في ضم الشام والحجاز بفضل دي قلناها من شويه، لا يعتبر ارتباط الشام والحجاز لمصر او قربهم من مصر. السؤال اللي بعده مركز، سؤال 25: نجاح نور الدين محمود في السيطرة على مصر يعود إلى موقع مصر الجغرافي، ثرواتها الاقتصادية، الانقسامات الداخلية، ولا سقوط الدولة الفاطمية في مصر؟ طبعا الإجابة هي رقم جيم، لأن شرحناها في الفيديو كذا مرة، إن مصر كان فيها صراعات داخلية، صراعات على منصب الوزارة، ولما نور الدين محمود جاله الطلب من شاور فعلى طول استجاب ليه وخد مصر. سؤال 26: كانت مصر حلم الفاطميين منذ اللحظة الأولى لتكون دولتهم لتحقيق أهداف، أرجوك مركز بقى، دينية اجتماعية، اقتصادية اجتماعية، سياسية دينية،
ولا عسكرية سياسية؟ طبعا الإجابة هي رقم جيم، سياسية دينية. طب ليه مصر؟ أقول لك سياسية، عاوزين يخلوا مصر مركز الخلافة الفاطمية. طب دينية؟ عشان ينشروا المذهب الشيعي بتاعهم في العالم الإسلامي. يبقى خد بالك، هدف الفاطميين لما خلوا مصر كان عندهم أهداف سياسية وعندهم أهداف دينية. تعال نشوف كده اللي بعده، سؤال 28. جاءت جيوش جوهر الصقلي إلى مصر من جهة شرق، غرب، شمال، جنوب. طبعا الإجابة هي رقم غرب، لأن هما جايين من ناحية إفريقيا، من ناحية تونس، جايين على مصر، وتونس طبعا هي تقع غرب مصر. يبقى جوهر الصقلي جاي على مصر من ناحية جهة الغرب. سؤال 29. سعى الفاطميون بعد الاستيلاء على مصر لتحقيق هدفهم الأكبر. السؤال ده متكرر على فكرة، الإجابة رقم ب، السيطرة على الأماكن المقدسة. السؤال اللي بعده، تأكدت دعائم الدولة الفاطمية في مصر وانقطعت تبعيتها للدولة العباسية أثناء حكم مين؟ جوهر الصقلي المعز ولا العزيز ولا المستنصر؟ اللي قطع علاقة مصر بالدولة العباسية، انت هتتلخبط من المعز، لأن الفتح تم في عهد المعز، لكن قبل المعز ما يجي على مصر كان جوهر هو اللي عامل الدنيا دي كلها، هو اللي قطع علاقة مصر بالدولة العباسية. ولما المعز اطمأن ان مصر ملهاش علاقة بالدولة العباسية بدأ يجي. يبقى الإجابة هي رقم ألف، جوهر الصقلي. وبكده احنا ان شاء الله مع الناس المحترمة دي ربنا قدرنا اهو، ويعتبر كده قفلنا المراجعات بتاعتنا، ودي كانت آخر مراجعة. أرجو ان شاء الله أكون يعني وقفت معاه كده وساعدته، وربنا ييسر كده ان شاء الله. برضه معاكم على الواتس مع اي اسئله اي حاجه، وربنا كده يوفقكم جميعا ان شاء الله، وسنة تعدي على خير، وان شاء الله كده كله خير باذن الله. السلام عليكم.